لك انا بحكم انني من 2019 درت واحد لو بيتي سونتر يعني من مالي الخاص، قلت نقدم فيه خدمات لهذيك الابناء هذيك المنطقه بعد ما لقيت انهم مهمشين وغير معنيين من طرف لا الجمعيات ولا سميتو. دونك درت واحد لو سونتر وبديت كنستقبل في الوليدات. تفاجات بعد كاين ان عدد الاعاقه يعني منتشر بواحد الكثافه تما بحكم زواج الاقارب والطابع البيئي وبزاف ديال الحوايج بزاف ديال العوامل. يعني كاين الاسره اللي كاينه عندها ثلاثه ديال الوليدات في وضعيه اعاقه، كاين الاسره اللي عندها اربعه، كاين الاسره اللي عندها جوج، يعني كاين الاعاقه منتشره بزاف. وهذا اللي خلاني انني نفتح الباب ديالي لواحد العدد ديال الوليدات يجيو عندي، وكانوا كيجيو من خمسه ديال الجماعات، يعني الجماعه ديال بير جديد والجماعه ديال المهارزه والجماعه ديال المغديره والجماعه ديال تنين شتوكه والجماعه ديال ازمور. والغريب في الامر ان هذا العام جاوني ناس من مولاي عبد الله، ولكن للاسف ما نقدرش نقبلهم حيت خاصهم مواكبه يوميه وخاص الوليدات تتبع وخاص هذا، دونك ما قدرش نقبلهم. دونك انايا استفدت من هذا المشروع ديال التماسك الاجتماعي في 2019 واستفدت في 2020. في 2021 دفعت المشروع كيف ما العاده، قصاو فيه اللي قصاو وقبلوا اللي قبلوا، المهم الملف تقبل في التنسيقيه الجهويه وفي التنسيقيه الوطنيه وتحدد الدعم الثمن يعني القدره ديال هذاك الدعم اللي غادي تعطى للجمعيه ولو انهم كانوا ناقصين بزاف في 2021. ومع ذلك قلنا ما كاينش مشكل غيغطي لنا واحد سميتو. دونك هنا فائده بيا حتى لشهر 10 حتى سالينا يعني قربنا نساليو السنه، كنتفاجئ بان المندوبه ديال التعاون الوطني كترسلني عن طريق السلطه بان عندهم تحفظ، اللجنه المحليه دايره تحفظ. فعلا مشيت عندها سولتها قلت لها كيفاش التحفظ، قالت لي قلت لها واخا هنا كتقولي لي بان المقر غير ملائم، كيفاش تقبل الملف ديالي في 2020 فيه؟ دونك على الاقل ملي هو غير ملائم ذكر لي هذه الملائمه باش نصحح، حيت التحفظ ماشي هو الرفض، التحفظ ان المبلغ ديال الدعم كيبقى محطوط اون اتوندون باش تصلح الجمعيه داك الخلل اللي عندها. فاذا بها ترفض رفضا بتاتا، كتقول لي انا ما نقولش هذه اسرار ديال اللجنه. بقيت من تما وانا كنصارع الوقت، يعني مشيت للرباط مشيت لهنايا فين ما كتقول المطالب ديالي هو انه اول حاجه بعدا كاين يطلقوا الصراحه الدعم ديال 2021، خاص الناس تخلص حيت خدماتو عندي اطر اخصائيه كتجي من هنا من كازا كديبلاصا حتى البير جديد جوج مرات في السيمانه، دونك خاص هاد الناس يتخلصوا حيت خدموا، سينو الا ما تخلصوش هاد الناس انا اللي مسؤوله، انا اللي موقعه معاهم لونجاجمون، انا اللي موقعه معاهم يعني اوتوماتيكمون انا غادي 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 يمشيو للقضاء غيتوجهوا للقضاء، هذه ما فيهاش تخرشيش. زائد ان كيف يعقل انك تجي تقولي واحد ديري واحد التحفظ من فراغ؟ حاسبيني على الخدمه، انا كنقول لهذه الوزاره تحاسب الجمعيات على الخدمه اللي كتقدم على النتائج. ملي كنقولوا تحسين تا مدروس راه صافي ديغ اننا ناهلوا الوليدات باش ندخلوهم سميتو. انا في البير جديد العام الاول سجلت 6 ديال الوليدات وهذا العام اللي فات سجلت 10 ديال الوليدات، دونك هذا هو اللي خاصك تجي تحاسبيني عليه، واش انا فعلا كنقدم الخدمه الجوده في الخدمه، ماشي تجي تحاسبيني على والو على طواليت خاصك ديرها هنا ولا على. بالله عليكم هذا المركز حنا اللي حنا متواجدين فيه دابا اللي هو من اقدم المراكز، كيف يعقل انكم تجيو بجره قلم اللي جامع واحد 500 ولا 600 طفل من غير الاطور اللي خدامه فيه؟ دونك هذا هنا كنشوفوا ان النيه ماشي صافيه، هناك اقصاء، هناك بزاف ديال الحوايج. حنا الوزاره حنا معاها، حنا مع الوزاره، حنا كنشوفوا غير التقرير ديال المجلس على الحسابات راه غير رجعوا ليها الاخوان وغادي تشوفوا الكارثه اللي كاينه في التقرير ديال هذا ديال المجلس على الحسابات، ماشي ديالي انا جمعيه ولا ديال شي واحد. دونك هنا كاين خلل، ما السيده الوزيره خاصها تاخذ بزمام الامور، خاصها تاخذ بزمام الامور وتعرف بان راه هناك ناس اللي عندهم اهداف ديالهم لا في وزاره ديال التضامن ولا في التعاون الوطني، لانهم ما عرفتش اشنو الحقد الدافن اللي عندهم على الجمعيات. راه حنا ما كنربحوا حتى حاجه، راه حنا عا كنتسخروا، راه حنا دابا انا نقول لك دابا انا راه من 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 اول السنه وانا كنصرف على الجمعيه من مالي الخاص وحتى لين انا كاريه
كنخلص الكرا، كنخلص الماء، كنخلص الضوء، كنخلص الويفي، كنشري الماتيريال اللوجيستيك باش كنخدمه. يعني هادشي كله زائد انني كندور مع المربيات، حيت المربيه ملي كتجي عند الوليد راه ما يمكنش. دونك كاينه مطالب كثيره، وان شاء الله حنا غنكونوا متواجدين في الوقفه، وان شاء الله الا دعا الضروره انا بعدا كنهضر على نفسي كجمعيه غادي نجيب الاطر ديالي وغادي نعتصم قدام الوزاره.